طمني، كيف كانت اجازتك سيد ملك؟ منيحة. 36 ساعة بعيدة عن الشغل، وجع الراس كانت ضرورية شكري. ضروري الواحد من وقت لآخر يعمل هالشي. عاد سكرت. سلم عليك أنور. الله يسلمه. كيف وصل لي زمان ما شفته؟ منيح. كان عم سألني إذا عجبك الكتاب ولا لا. أنا خبرته إنه لك. أي كتاب؟ الكبرياء والهوى الطبعة الأولى. سما برمت كل المكتبات ما لقيته. أنا بعدت على المكتب اللي عند أنور. إيه. تعرف يا أستاذ، سما إنسانة مسكينة. ما كفوا مصرياتها. لهالسبب اضطر ترتب المكتب من أولها لآخرها بس لتسكر حق الكتاب. وأنت بتعرف مكتبة أنور قديش كبيرة ومكركبة. لحظة لحظة شكري. نحن عم نحكي عن النسخة المترجمة سنة 1951 اللي كان اسمها كبرياء وتحامل. بالضبط يا أستاذ. هيدا هو الكتاب اللي جبت لك يا سبادي. رجعت فيه معك؟ تفاجأت. كثير تفاجأت. لهالسبب اضطر ترتب المكتب من أولها لآخرها بس لتسكر حق الكتاب. جيت وضعك. سما لازم احكي انا وياكي ضروري. عم نحكي بس خير في مشكله؟ ما في. لا قصدي ما في، بس شوفك بنحكي. طيب ماشي استاذ مثل ما بدك، شو اعمل؟ وين انت يعني؟ اجي لعندك على البيت ولا وين روح؟ ليتاي لعندي عم استناكي. ولا اقول لك انا جاي لعندك. بس انا بالبيت؟ بدك تجي لعنا على الحاره؟ ايه بعتي لي اللوكيشن، انا بجي. يلا ماشي، رح ابعث لك فورا يلا. وي بعت له لوكيشن. لا ما جاب. بعت له شو فيها. كنت حابة أقعد ساعة واحدة بدون ميك اب. أكيد ما رح أستقبله هيك كمان. لازم ضل جاهزة 24 على 24 أنا. بهذا الوقت وما بيتأجل ابدا. خلص كتي هلا بتعرفي. ها استاذ مالك. اهلين. استاذ مالك، انا اجلت موعدك مع الاستاذ زياد وقت اللي انت كنت بروما. قصدي وقت اللي انا فكرتك انه انت بروما. مو هذا موضوعي. لكن شو؟ لما أنا ما كنت بالشركة أنتي ورامي. أنا والأستاذ رامي طلعنا. إيه مزبوط، أنا طلعت معه لحتى أجيب إكسسوارات للبيت. هو طلب مني، أنا ما كان بدي روح. هذا الشيء ما أثر على شغلنا أستاذ. أهدي سما أهدي، خلينا نرجع للأول. أنا يمكن فتت بالموضوع غلط. الرواية كبرياء والتحامل طبعة 1951، أنتي جبتيها؟